مع دخول المظاهرات في العراق أسبوعها الثاني، بعثة الأمم المتحدة تخرج عن صمتها أخيراً، وكأنها كانت تصم آذانها عن صيحات المتظاهرين الذين خرجوا بعد أن ضاقوا ذرعاً بسوء الخدمات وانقطاع الكهرباء والبطالة وفساد الأحزاب والميليشيات. البيان المقتضب للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يانكوفيتش، الذي أكد على حرية التظاهر والتعبير للمتظاهرين دون ترهيب أو احتجاز، ودعا الحكومة لتجنب القوة المفرطة، وقع في سقطة أخرى من سقطات عمل بعثته المؤيدة لاستمرار العملية السياسية في العراق رغم اتهام المتظاهرين لها بالفساد. وغلب تصريح المبعوث الأممي بنص البيان الانتظار لحين الانتهاء من إعادة الفرز اليدوي للأصوات، رغم ما شاب الانتخابات البرلمانية من تزوير وعزوف شعبي لم تتجاوز نسبة المشاركة بمقابله 18%. طالب كوبيتش رغم كل ذلك بالتوجه للمصادقة رسميا على النتائج والإسراع بتشكيل حكومة قادرة، كما يقول، على الوفاء بمطالب المتظاهرين وخلق فرص العمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، مطلب يبدو أنه لن يروق للمتظاهرين في البصرة الذين وجدوا سابقا طلبات توظيفهم مرمية في القمامة. ويجدون أنفسهم اليوم أمام وعود الحكومة بتعيين 10,000 شخص في وظائف حكومية، يجدون أنفسهم كمن يفسر الماء بعد الجهد بالماء. 10 معاملات ذابانة، ثبت بالعطارة بطارة ويومية ذب ماكو، يا معاملة روح أنا داعبيها يقولوا ماكو، ثبت بالعطارة بطارة الحد الآن كل شيء ماكو، ملينا كله قضوه كذب كذب علينا. فرصة عمل ماكو، احنا ما جايين نخرب، ما جايين نخربط يا جماعة، ما بيناتنا أحزاب ولا بيناتنا ناس نستفاد، وظلنا طلعنا نريد وظائف نريد شغل حتى نثبت هذا الشيء، راح حتى المكان اللي واقفين بيه عم ننظفه، مو بس نخرب حتى ننظف حتى نكنس الشوارع، بس كلنا وظائف شغلونا كتلنا شو الله اكبر الله يديكم على كل ظالم. امام كل هذا يبدو ان المظاهرات في بغداد وجنوب العراق تسير في طريق غير الذي تريده بعثة الأمم المتحدة ومن قبلها الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، طريق يبدو أنه لا يلتزم بإشارات ووعود شركاء العملية السياسية بالإصلاح، ويسير نحو نقطة لا عودة في طلاق بائن هذه المرة يؤتى فيه النظام الطائفي من مأمنه.